لا، بالنسبة لرمضان الكريم في هذيك الأجواء اللي خارج الوطن تتكون طقوس مغيرة جدا، ولازم الإنسان يوفق بين الرياضة والصيام لأنه مهم جدا، وتنعرفوا المنافع ديالو، لأن كنت تنبحث في هذاك الشيء مع الأطباء ديالنا اللي كاينين تما، تما عندهم واحد الدراية بأن الصيام تنقي الجسم ديال الإنسان واحد الفترة ديال سنة، والأكل والشرب وهاد الأشياء كلها تجي واحد الفترة تنقيها هي ديال شهر رمضان، وهذاك الشيء بفضل ربنا الكريم، بأن حنايا في هاد المدة هادي ديال رمضان الإنسان تحس براسو أقوى. وبالنسبة لي أنا كان الصيام دائما تنصوم، التدارب راه مع الناس تكون في الصباح وهذاك الشيء، تاخذ قسط من الراحة باش تبقى في المستوى ديالك، لأن كان عندنا ذاك الوقت ماشي بحال دابا، كان صعيب لأن كانوا جوج ديال الأجنبيين في كل فريق، دوك جوج أجنبيين تيكونوا رسميين، تكونوش احتياطيين، لهذا كان لازم عليك باش تبقى تدرب على أعلى مستوى. ومن بعد ما كانت شي مباراة اللي قاتلة، مباراة اللي صعبة جدا وهذا، فكان لازم خاصة ما تتكون في واحد الوقت اللي مؤثر جدا، فكنا تنطلبوا من الناس المسؤولين ولا في المسجد اللي موجودين فيه هنايا في المدينة اللي تنكون فيها، انا كنت في مكتب سويسرا ولا في هذا، داك اليوم تم ناكلو فيه لان غادي تلعب مع الساعه 3 والحر كثير وهذاك، والحمد لله لما تترجع، لان الاسلام ورمضان والله سبحانه وتعالى فتح بزاف ديال الابواب، اي حاجه في القران، اي حاجه مشروعه بما فيه الكفايه، وكما قلت في هذا الشهر هذا نتمنى يدخل بالخير على الجميع وعلى المسلمين، ويرحم الاموات ديالنا ويوسع قبورهم، ففي منفعه كثيره شهر رمضان، الراحه ديال الجسم ديال الامعاء ديال اشياء كثيره اللي في الجسم ديالنا، اللي هي تتبغي واحد الوقت ديال الراحه اللي تتخليك بحال تتجدد ديك ليزينيرجي اخرين وتتقوى باش تبدا عاود عام جديد اللي دائما تيكون احسن، وانت تزيد الصلوات ديالك في الوقت ديالهم، زياره الاحباب، لان هذا الشهر ديال داك الشيء، التدريب، المشي اكل كثير لانه خصو يكون متوازن، لان السكريات كثير صعبه جدا، هذا الشيء خصو لابد يحتاط من الانسان. وبالنسبة لي تيوصل فوق ديك 45 عام، فهذيك اللي خاصو يزير السمطة كما تنقولو، فخاصو يحتاط كثير، مازال في الشباب، هذا حلويات أشياء فيها السكر كثير، هذا ملح كثير شوية، هادشي الأشياء تتصعب من بعد على إنسان اللي تيوصل 40 45 عام. واش ما كتاثرش الصيام على التنافسيه ديالك داخل الفريق، وواحد التخوف ان كما قلتي اجنبي ياخذ ديك البلاصه ديالك؟ فعلا كاين واحد التاثير كبير من ناحيه، لما تيكونوا حصص للجميع، ما كاينش امتيازات بالنسبه للمسلمين ولا هذا، فاحنا مجموعه واحده، والانسان تيقوم بالعمل ديالو، هذا عمل ماشي هوايه، لان هذه تتعمل باش تكون في المستوى، باش تربح الاموال ديالك، باش دير المستقبل ديالك، وهذا لازم عليك انت تكون احسن في احسن الاحوال ديالك. وتنشوف بان ملي تكون عند الانسان تدريب هذا، فما ما تتاثرش عليه ملي يكون مع المجموعه، يمكن ما كانت شي مباراه اللي
صعبه جدا المباراه ديال الكاس ولا هذا، وتيكون من اللازم بانه تلتزم مع الفريق بانه واحد 3 ايام ولا هذا تجتمعوا قبل من المباراه، لان لازم عليك تنتصر في هذاك العمل ديالك، خاصك تفوق به فيه. كما قلت ربي راه تيسامع الجميع، ربي تيهدي الجميع، ربي تيعطي الطريق المستقيم. القران الكريم فيه الكفايه، تيشرح جميع المواضيع اللي مهمه جدا على الصيام وعلى شهر رمضان الكريم.